يسعد اوقاتكم عن جديد. باول فقراتنا رح نحكي مع ضيفتنا اختصاصيه التغذيه داليا حسامو عن طبق معظمنا بحبه وخاصه بفصل الشتاء، هذا الطبق يلي بحسسنا بالدفء. عم نحكي عن الشوربات أكيد. مثل ما شفتوا هما اليوم عامله شوربه الشوفان، فشو فوائد هذا الطبق وكيف بنقدر نحصل على وجبه متكامله من خلاله؟ يا ترى هو كافي ولا تماماً بده طبق داعم؟ يعني بالاضافه ورد لكل شيء ذكرته رح نصحح بعض المعلومات الخاطئه عن الشوربات وهل فعلا بتساعد على الرجيم والتنحيف. كل هالتفاصيل رح تكون معك استاذه داليا. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. يعني انا اليوم من هون لاسبوع او لاسبوعين تمام ما رح اتناول ولا ماده صلبه، كل اللي رح اتناوله هو الشوربات. سمعاني هالحكي يمكن كثير. اكيد اكيد. كيف هذا الموضوع بعلم التغذيه كافي ما له كافي، خاطئ ام صحيح؟ هلا في ناس كثير مثلا بتجي لعنا انه عندها مناسبه مثلا، فهي مضطره تنزل وزنها باسرع طريقه. هلا فينا نطبقه لمده اسبوعين طبعا، بس بدنا نركز كثير منيح على انواع الشوربات. مثلا تكون الشوربات اللي بتعطينا كل العناصر الغذائيه، مثلا مثل شوربه الخضار، شوربه العدس مثلا. نحاول، في اشخاص مثلا بيحاولوا بيعتمدوا بالرجيم على نوع واحد من الشوربات مثل الرجيم الملفوف. طيب. هذا غلط. لا، انا فيني ادخل بالاضافه للملفوف، فيني ادخل مثلا كل يوم بدخل صنف معين. مثلا يوم شوربه العدس، شوربه الملفوف، شوربه البصل، شوربه الفطر كمان كثير له فوائد. شوربه الدجاج ممكن. شوربه الدجاج كمان هي هيلسي اكيد وما فيها حريرات، لانه انا هون عم بقطع النشويات، عم بقطع الدهون، فعم بقدر اخذ كل العناصر الغذائيه واقل، يعني بقدر انحف بطريقه اسرع. تماما. يعني رح نحكي لسه هيك تفاصيل اكثر بخصوص تمام. بخصوص موضوع التنحيف والشوربات تمام. والى اخره، بس بدايه يمكن كنا ذكرنا بالبدايه انه عن جد بالشتويه بتلاقي جسمك بصير بيطلب شوربه اكثر، او تماماً. بصير نحن عن جد بنتقبلها بالصيف، بتلاقي كثير نادرا ما حدا رغم بالصيف ما حدا بيتقبلها، ما حدا بيتقبل الشوربه موجوده. هلا فشو الرابط خلينا نقول؟ هلا هذا الشيء اكيد لانه مع انخفاض درجات الحراره انا اجباري بدي اتوجه لاني اخذ شيء سخن لحتى دفي حالي، دفي جسمي. وغير عن هيك مثل ما حكيت لكم شوربه الخضار هي بتحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن، لانه كمان نحن بفصل الشتاء عم تنزل مناعته الواحد، عم يكون اكثر عرضه للاصابه بالامراض تمام. فانا كمان بدي نقي اصناف ترفع لي مناعتي، لانه الاشخاص اللي ما عم يدخلوا مثلا ما نون متبعين نظام شوربات، بس هني بنظام حياتهم عم بيتوجهوا بس للسكريات، للدهون المشبعه، عم ننخفض مناعتهم وعم يزيد وزنهم. وطبعا فصل الشتاء كلياتنا بنعرف انه كل العالم بتزيد اوزانهم على القعده بالبيت تماما، على القعده بالبيت وعلى قله الحركه. فانا بدي احاول اعطي جسمي الطاقه وبنفس الوقت باقل السعرات الحراريه تمام. طيب هلا خلونا نفكر سوا طبيا وتغذويا. اذا نحن تعودنا على السوائل فقط تماماً. ما عم نتناول غير شوربات فطور غدا عشاء تماما، ما بيكون في صدمه للجهاز الهضمي؟ الجهاز الهضمي المتعود ياخذ طعام صلب يطحنه يفككه ويمتصه تماماً. هلا ورد اذا لمده قصيره هذا شيء صحي، لانه انا كمان بدي ريح جهازي الهضمي. في كثير عالم عم بيتبعوا ريجيم منخفض السعرات الحراريه بس عم بيوصلوا لحد انه عم بيوقف جسمهم عند حد معين، فانا هون بقول لهم لا، اعملوا شوك مثلا، ممكن ريجيم الشوربات، ممكن ريجيم الحليب والتمر مثلا، ممكن الكيتو مثلا. دائما لازم نذكر الكيتو لانه هو موضه هلا، فبيعملوا شوك لفتره قصيره ما في مشكله، انا هون ريحت جسمي، عملت له باك اب من اول وجديد وبرجع بعدين لنظامي. بس الفكره بالموضوع انه ما طول فيه. هون في ناس بيغلطوا بيطولوا كثير بنظام الشوربات تماماً. بيقول لك انا ارتاح الكولون عندي، ارتاحت الامعاء تماماً. عم حس حالي خفيف فخلص تمام. بضل عايش على السوائل، وهذا فعلا يمكن غلط. كثير غلط ورد. ليش؟ لانه عمليه الاستقلاب بالجسم هي بتتطلب جميع المعناصر الغذائيه، مثلا الانزيمات بتتركب من البروتينات، والبروتينات بتختلف من مكون غذائي لمكون غذائي، فانا مفروض طبق بنظامي هون بصير ما عاد بينزل الجسم لانه بتصير الطاقه كثير قليله. نحن في شيء عندنا بنسميه طاقه الاستقلاب، يعني نحن في عندنا حتى الجسم يقدر يهضم مفروض يكون في كمية من الحريرات معينة، إذا نقصت بيوقف حتى لو أنا ما عم باخذ سعرات حرارية كتير. فمفروض أنا أعطي جسمي جميع المكونات الغذائية. بعد فترة أسبوع مثلا هو بيكون نزل ممكن كيليين ثلاثة من جسم لجسم بتفرق، بعدها برجع بمشي على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بيحتوي على جميع العناصر الغذائية. فقمة الغلط أنه أنا استمر بهذا الرجيم لأكثر من أسبوعين حد أعلى. أوكي. في اشخاص معينين عندهم حالات او امراض معينه تمام. ما بتسمحوا لهم انه يعملوا هذا النوع من الرجيم؟ مثلا مرضى السكري،
هن عم بياخذوا ادويه فبصير عندهم هايبوغلايسيميا، بصير عندهم انخفاض بالسكر، فهدول اكيد مش قطعا ممنوع. مرضى الضغط كمان، الاشخاص اللي عندهم اضطرابات هضميه كمان، لانه الغالب الشوربات هي بتحتوي على كميه عاليه من الالياف، فكمان بتعمل لهم اسهالات، بتعمل لهم اضطرابات معويه، ففينا هون نحن نوجههم لشيء ثاني. والله انا بحس هذا الدايت ما له نافع كثير بالنسبه لي، عم بحكي شخصيا. تماما. في ناس بتعتمد على الفوليوم بالاكل، على الحجم، يعني تماما انا لازم معدتي وامعائي تمتلي بطعام صلب، لانه اذا عم بتناول شوربات ان شاء الله من الصبح للمساء بحس عم باخذ مقبلات، ما عم باخذ شوربات. بيجي معك انا بهي الفكره، بس شوربه الملفوف هي فيها فايبرز الياف، يعني هي عم تعطيني فوليوم كمان، وشوربه الشوفان هلا اللي ذكرتها كمان. يعني طب ذكرتي نقطه كثير مهمه، انه مرضى السكري لازم ما كثير يعتمدوا هذا النوع من النمط الغذائي. شوربه البصل كثير فيها سكريات، كثير فيها سكر، اصلا هي حلوه بحسها، وفي شوربات ثانيه بتفتقد كثير من العناصر الغذائيه، فانا كيف بدي اخذ كفايتي اذا بدي امشي على هذا الدايت اسبوع؟ على شو ركز؟ شو الانماط؟ قصدك انه لمرضى السكري ولا للاشخاص العاديين؟ للاشخاص الطبيعيين. هلا بالنسبه لشوربه البصل هي كثير منيحه، بس ما فيني اعتمد عليها لحالها بس، لانه الجسم رح يفتقر كثير من المكونات الغذائيه اللي هي لازمه له، لانه انا بطبيعه حياتي انا عم بتحرك، فانا بحاجه لطاقه، ما رح تقدر تعطيني هي المكونات الغذائيه، ففيني مثلا ادخل شوربه بصل مع شوفان، لانه الشوفان فيه كثير من المكونات الغذائيه، فيه فيتامينات، فيه فايبرز، فيه نسبه من البروتين، فانا لما بعمل ميكس بين اكثر من نوع من الشوربه، فانا هيك بكون اعطيت الجسم حاجته. تمام. ما انا هون كنت اسالك انه حتى لو نحن مثلا اتبعنا هذا النظام من الدايت، تمام، فنحن بحاجه هون نصير نزود شيء من المكملات اللي نحن بناخذها او الفيتامينز اللي نحن بناخذها، ولا نحن عم ناخذ كفايتنا يعني؟ تماما. هلا حسب كل شخص. أوكي. اذا الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه او عندهم ديفيشنسي مثلا بالحديد بالفيتامين د، هون بدهم يدعموا اجباري، تمام. اما اذا الشخص الطبيعي لا، انا اذا عم بياخذ هدول الشوربات مثلا شوفان، خضار، ملفوف وعدس كمان مثلا عم بيشكل بيناتهم، لا هو ما له بحاجه لشيء ابدا. اوكي تمام. عم بيقدر يحصل جميع المكونات الغذائيه 100%. يحط الشخص بباله بروتين، نشويات، كربوهيدرات، دسم، مفيد، كل هدول لازم يحصل عليه هون بيوم. وما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا، وان شاء الله يا رب بالصحه والسلامه للجميع. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيكم.